على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. تحية طيبة لكم وين ما يوصلكم صوتنا على 93 راديو حياة فم إذاعة القيرة وين للصحة. موعدنا يجدد معكم في سانتي 5.0 من توا حتى نص نهار في مختلف الفقرات اللي تنجم تهم الصحة متاعكم، على خطر صحتكم عزيزة علينا. نحاولوا نترقوا معكم الأهم الأخبار اللي تنجم تهمكم كما قلت لكم في الصحة متاعكم، الصحة بالمفهوم متاعها الشامل، سينو أهم التظاهرات نتناولهمكم، أهم الدراسات العلمية ومختلف الاختصاصات. كما ينجم يكون معنا حاضر معنا أهل الاختصاص من طبيب الاختصاص اللي نترقوا الموضوع من المواضيع المعينة. رحبوا بأحمد المخلوفي في الإخراج التقني الحساس، سينو أحمد الشفار اللي مأمن لكم من ديجيتال، وتود سويت نمشي معكم للسمغ. سمغ في السماغ لليوم باش نتناولوا مختلف الأخبار، وكما العادة الأخبار اللي تتصدر تقريبا مختلف الصحف، مختلف المقالات، مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هو جدري القردة وإلا القرود كما يسميوه البعض. كيفاش قاعدين يتناولوا في الأخبار هذه؟ فما استنفار دولي بسبب جدري القرود، ذا كيف بلجيكا تفرض حجر إلزامي على المصابين بجدري القرود، وبرشة تحديات في الإطار هذا وبرشة استنفار كبير من قبل منظمة الصحة العالمية في الموضوع هذا، على اعتبار أنه تجاوز 11 دولة مصابين بهذا المرض. سينو في تونس نمشيو بكم الولاية التطاوين، فرق طبية متنقلة لفحص كبار السن في المنازل متاعهم. سينو وزير الصحة يشارك بجنيف في تحدي الرياضة للجميع، باش نعطيكم أكثر تفاصيل في الموضوع هذا، شنو كان فحوى اللقاء هذا اللي كان في جنيف وشنو التطلعات متاعو. من أهم الدراسات اللي باش نحكي لكم عليهم اليوم، موافقة أمريكية فيما يخص عقار جديد لعلاج جدري القرود، باش نحاولوا نرجعوا على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، وبين شنو صحيح وشنو الغلط. نعرفوا برشا ناس تظهر لهم بقع بيضاء على الأظافر نتاعهم، نشوفوا شنو الأسباب خاطر تؤثر التأويلات في خصوص الموضوع هذا. نحاولوا نعطيكم الأسباب الصحيحة فيما يخص ظهور بقع بيضاء على الأظافر نتاعكم. أكيد احنا موصلين معكم المشوار في مختلف المجالات الصحية اللي تنجم تهمكم، ونحاولوا زيادة باش ناخذوا أكثر تفاصيل على القافلة الصحية إن شاء الله اللي منظمتها جي سي اي في حاجب العيون، باش يكونوا معنا مدخلين باش نحكي لكم على نهار 29 ماي فيما يقص القافلة الصحية هذه، مختلف المجالات الطبية اللي باش تمسها القافلة الصحية هذه من أمراض القلب والشرايين إلى أمراض السكري ومختلف الأمراض الأخرى مع المشاكل المحيطة بالمولود. هو محور مؤتمر طب الولدين في النسخة امتاعه الأولى. هذه أهم المواضيع اللي باش نتناولوها مدة ساعتين من زمان من توا حتى نص نهار في سانتي 5.0. مع نحاولوا ننسوكم بالموزيكا، تليفوناتكم على 70 035 120 وإلا 77 288 289. ماري منصوري كوتي ميكرو تقولكم ما تبدلوش الموجة، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار. Santé 5.0. Santé 5.0. 5.0. Santé 5.0. Santé 5.0. كالعادة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية فيما يخص أخبار الصحة متاعكم. كما قلت لكم الأخبار المتداولة هو كلمة جدري القرود، وين فما استنفار دولي بسبب جدري القرود، عفوا قلق دولي متزايد يرافق انتشار مرض جدري القرود في أكثر من قارة وسط مخاوف من تحوله إلى موجة وباء عالمية على غرار فيروس الكورونا. ومن المقرر أنه باش تجتمع اللجنة الاستراتيجية بالمنظمة والفريق الاستشاري المعني بالأوبئة لبحث تفشي العدوى اللي كانت سجلت أكثر
من 100 حالة خارج البلدان الإفريقية وين تستوطن العدوى. وعما إذا كانت المنظمة هي المسؤولة عن حالة الطوارئ وإلا للعامة، قالت اللي هي ما هيش الجهة المعنية بالإعلان هذا، وأكدت أنه فما لجنة من الخبراء تكون مكونة من علماء من جميع أنحاء العالم هي المخولة بالقرار هذا وبقرار الإعلان متاع حالة الطوارئ العامة. في نفس الإطار احنا حكينا على حالة الطوارئ العامة، قلنا لي جذري القرود كانت فشة في عديد من البلدان، منها فرنسا، منها هولندا، منها بريطانيا، منها كذلك عديد البلدان الأخرى، كذلك هولندا، بلجيكا زادة فرضت حجر إلزامي على المصابين بجذري القرود. من أعلنت بلجيكا فرض حجر إلزامي على المصابين اللي تم الكشف عليهم، وبيشار إلى أنه تم الإبلاغ على تقريبا 3 إصابات بالمرض في البلاد. كانت نقلت وسائل أعلام محلية أنه الإصابات هذه جرى الاكتشاف متاحة كانت مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة أنتويورت الساحلية الجمعة الماضية، هذا على حسب المصدر سكاي نيوز العربية. نحاول احنا نعطيكم بعض الأثار، احنا حابين ناخذ معنا الحقيقة أهل الاختصاص في الموضوع هذية ونشوفوا شنو هو بالضبط جدري القرود، هل أنه يتشابه مع أمراض أخرى، هل أنه يعتبر فيروس جديد وإلا فيروس قديم. نذكركم اللي تواتر الحديثا هو الحديث على جدري القرود، أما كانت قالت الدكتورة ريم عبد الملك المختصة في الأمراض الجرثومية أنه أول إصابة فيه بين البشر كانت ظهرت سنة 1970، البداية بتاعها كانت في الكونغو الديمقراطية عند طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسكن بجنب غابة. قبل ذلك تم اكتشافه لدى قرد في مختبر سنة 1958. ينتشر المرض هذا خاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى والغربية وين تم تسجيل بعض الحالات بشكل مستمر أما بصفة محددة، ويشهد بعض هذه البلدان أحيانا حالات وباء على غرار ما يحدث في نيجيريا سنة 2017، وتم تسجيل 15 حالة من جدري القرادة. اكتشفت أول حالة خارج إفريقيا سنة 2003 اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، كان عند شخص اقتنى حيوان بري اللي هو بحد ذاته كان قل العدوى إلى حيوان أليف يملك الشخص هذا، وهكيك انتقلت العدوى إليه. بعد ذلك أشارت الدكتورة عبد الملك أن العدوى بالمرض تنتقل إلى الإنسان عبر المخالطة المباشرة كلكو سوا للحيوانات البرية حية كانت وإلا ميتة، واللي تكون مصابة بالمرض وينتقل بين البشر باللمس وإلا عبر اللعاب. نعطيكم شوية من الأعراض متاع المرض هذايا. يشبه جدري القرود في الأعراض متاعه كما نقولوا احنا البوزوغار اللي نجم يجي للصغيرات متاعنا، خاصة البثور اللي تكون أكبر حجم البثور الناتجة عن الإصابة بالبوزوغار، ما مختلف عليه في أماكن تركيزه في الجسم الإنسان وين يترك خاصة على اليدين وإلا الوجه وإلا حول الفم وإلا في منطقة الحوض، ذوما الأماكن متاع البثور اللي تنجم تظهر. دون فترة حضانة الفيروس المسبب للمرض بين 5 أيام و2 أسبوعين، تنجم توصل زادة إلى 3 أسابيع تنطلق الأعراض متاعه. تحدثنا في وقت سابق على ظهور الحمى وإلا وجيعة في العضلات وإلا تورم الغدد اللمفاوية بالإبطين والرقبة اللي ما نسميها احنا بلغتنا العامية بالولسيس. في خصوص العلاج، إلى حد الآن في الوقت الحالي مازال ما فماش علاج فعال وإلا أدوية وإلا لقاحات محددة متاحة لمكافحة عدوى جدري القردة، أما نجمو نكافحوه إذا كان ثبت في السابق أنه التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85% في الوقاية من الأمراض هذه من جدري القردة. أما اللقاح يعد متاح لعامة الجمهور بعد أن أوقف التطعيم في أعقاب استئصال الجدري في العالم. رغم ذلك من المرجح أنه يفضي التطعيم المسبق ضد الجدري إلى أنه يتخذ المرض مسار أخف شدة، وكما قلنا احنا يشبه شوي في الأعراض متاعهم، يشبه شوي كمان للبوزوغار. نعرف احنا البوزوغار نحمي رويحنا بالتلقيح من الصغرى ضد الفاغيسيل، هذيك علاش صغيرتنا يكونوا محميين. زاد كيف كان معمول بتلقيح الجدري، لكن نظرا لما عادش فما الفيروس هذية نحاول تلقيح، لكن فما إمكانية استرجاع التلقيح هذا. وأحنا بعد بشوية توفي أهم الدراسات باش نحكي لكم على فما موافقة أمريكية مبدئية على عقار جديد باش نعالجوا به جدري القرود هذا. نقرأ لكم بأكثر تفاصيل في المقال هذا، شنو العقار هذا إكزاكتومو، شنو ينجم يفيد، وهل أنه مفيد وفعال وثبتت الفاعلية متاعه وإلا ليه. هذا بعد شوية باش يكون محور موضوعنا في شيفر سنتي. أما هذه كانت كواد نفا.
كوادنوف سانتي. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى نص نهار في سانتي 5.0. موضوعنا بعد بشوية المشاكل المحيطة بالمولود، هو محور مؤتمر طب الولدين في النسخة متاعه الأولى. سينو وزير الصحة يشارك في تحدي رياضة للجميع بجنيف. سانتي 5.0. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. لتلوموني هيلا الملكي افونغول الموسيقى اللي تستنى فيكم بعد بشوية في سانتي 5.0. سانتي 5.0. مازال نوصل معكم كالعادة في مختلف الأخبار، خاصة التظاهرات والملتقيات كل سواء على المستوى المحلي وإلا المستوى العالمي. توت سويت في أجندة سانتي. أجندة سانتي. في أجندة سانتي بداية تحديثها باش يكون بوزير الصحة اللي كان شارك بجنيف في تحدي الرياضة للجميع يوم أمس الأحد 22 ماي 2022. في المسيرة الرياضية كانت تحدي الرياضة للجميع اللي كانت نظمتها منظمة الصحة العالمية تحت إشراف الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة. كان شارك في التظاهرة هذه عدد هام من وزراء الصحة للدول الأعضاء، وهذا بمناسبة انطلاق الدورة 75 للجمعية العالمية للصحة. زاد شارك وزير الصحة بمداخلة بمناسبة اللقاء هذه في من كل منظمة دولية للفرنكفوكونية LEEM لشركة الأدوية والمنظمة المهنية OIF، وين أشرف على تنظيم اللقاء هذا كل مزوز منظمات هذوما. التردد في إجراء عملية التلقيح والتحذير للأوبئة في المستقبل كان محور حديث المداخلة اللي كان قام بها الوزير. وزير الصحة التونسي قدم عليه المرابط بالمناسبة بسطة عن تجربة تونس في مجال التلقيح مما تتمتع به من كفاءات وخبرات في هذا المجال، الشيء اللي أهلها باش تكون من بين الدول الإفريقية الستة اللي تم اختيارها للاستفادة من تكنولوجيا التلقيح بالحمض الريبي. وفي سياق متصل كان أكد الوزير الأهمية اللي كان تولتها تونس لاستضافة الدورة 18 للقمة الفرنكفوكونية اللي كانت باش تحتضنها جزيرة جربة بين 19 و 20 نوفمبر 2022. واكب وزير الصحة زيد نهار السبت والأحد كيف أشغال الدورة 57 لمجلس وزراء الصحة واجتماع مكتب التنفيذي اللي كان انعقد تزامنا مع الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية العرب. وكان ألقى الوزير كلمة المناسبة أبرز فيها استعداد تونس لاحتضان أشغال المؤتمر العربي 13 لخدمات نقل الدم في الفترة الفاصلة بين 28 و 30 سبتمبر 2022، وكان دعا إلى إعداد استراتيجية عربية موحدة للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة للسنوات 2022-2023 باش تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في المجال هذا. هذا كان محور المشاركة في تحدي الرياضة للجميع في جنيف. في خصوص المؤتمر الثاني اللي تحدثناكم عليه اللي هو المشاكل المحيطة بال الولدين دونك بالمولود، حول مؤتمر طب الولدين في النسخة متاعه الأولى اللي كانت تواصلت الفعاليات متاعه لليوم الثاني يوم أمس بأحدى النزل في مدينة سوسة، وكانت أفادت به الدكتورة نبيها حمودي المحظاوي عضوة بالجمعية التونسية لطب الولدين لأحدى الإذاعات الخاصة. وإن كانوا ناقشوا الأطباء خلال المؤتمر هذا العديد من المواضيع أهمها مشاكل التغذية خاصة عند الصغير، ونعرفوا أحنا الأم كيفاش تبدأ تستنى وقتها تشتوكل الصغيرة فان عمر اكزاكتومون. ممكن نتحدث في الموضوع هذايا خاصة الولدين الخدج والجنين اللي ما اكتملش النمو نتاعو. الولدين الخدج الصغير اللي كنت ولد قبل الوقت وقبل الشهر التاسع هذوما يتسماو ولدين خدج. كانوا تحدثوا في الإطار هذايا وكيفية التعامل مع المواليد اللي يكونوا خدج وما اكملوش النمو الطبيعي نتاعهم. زادة تمت برمجة ورشات علمية تطبيقية تهتم بإنعاش المولود عند الولادة في إطار
المستمر، التكوين المستمر لأطباء الأطفال وفق الدكتورة المحضاوي اللي كانت قالت أنه نحو 10% من حديثي الولادة ينجموا يتعرضوا لمشاكل تأقلم مع المحيط الخارجي بعد عملية الوضع. لفتت الدكتورة المحضاوي أنه قسم الولادات وسيلة بورقيبة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة يسجل 10,000 مولود في السنة، من بينهم 2,500 يضعون في حالة حرجة تستدعي الإقامة متاعهم بالمستشفى، و800 مولود يتم استخراجهم قبل الأسبوع 37، وإذا كنت مستخراجهم قبل الأسبوع 37 يعتبروا مواليد خدج. وإحنا نعرفوا الأهمية متاع أقسام الولدين خاصة في مختلف الولايات، وإحنا زادة معناها مثال يحتذى به الحقيقة قسم الولدين بمستشفى ابن الجزر، ومجهودات قائمة قاعدين يقوموا بها الأطباء في القسم هذايا، والصغيرات يلقاو في عناية مهمة برشا. هذيك علاش هذي يعتبر المؤتمر الطب الولدين في النسخة متاعه الأولى، ومازالوا باش يواصلوا في نسخات مختلفة إن شاء الله نرجع مع أكثر تفاصيل. وكانت هذه أجندة سانتي. أجندة سانتي، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سنتي 5.0. بعد بشوية نحكي لكم شنو صحيح وشنو الغلط بين أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر امتاعكم. كل تكثر التأويلات الحقيقة في الموضوع هذا. سينو موافقة أمريكية على عقار جديد لعلاج جدري القرود. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سنتي 5.0. لا تلوموني هلا ميكي، خليكم برانشي على سنتي 5.0. أهلا من الصحة، مازلنا مواصلين معكم المشوار في سنتي 5.0. سنتي 5.0. أهم الدراسات العلمية فيما يخص الصحة متاعكم، وفي إطار الأخبار الرائجة حول استنفار دولي بسبب جدري القرود، كانت فما موافقة أمريكية على عقار جديد لعلاج جدري القرود. بموافقة إدارة الغذاء والدواء FDI على دواء جديد لعلاج جدري القرود، وهذا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس النادر في 11 دولة. كانت أعلنت شركة سيجا تكنولوجيز للأدوية ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية نهار الجمعة اللي هي تلقات الضوء الأخضر التنظيمي من إدارة الغذاء والدواء، وكيلة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمة الصحة وحقوق الإنسان، للحصول على تركيبة الإصدار الرابع من TPOXX، هو دواء للجدري كان متاح بالفعل عن طريق الفم. كنا قبل شوية تحدثنا لكم احنا على التلقيح اللي كانت متاحة في الإطار هذا، وكانت أشارت الشركة إلى أنه في أوروبا تمت الموافقة رسميا على الدواء لعلاج لجدري القرود، لأنه العديد من أدوية الجدري كانت ناتجة في وقت سابق وكانت فاعلة. ويستمر الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء العالم بعد تأكيده وإلى الاشتباه به في عشرات الحالات في 11 دولة كما ذكرنا لكم قبيلة بشوية، هي أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وتمت الموافقة على الدواء هذا للاستخدام في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وهي المواقع الثلاثة اللي تشهد فيها جدري القرود ورود أكثر نشاط. كانت أشارت شركة سايجا زيدا من بيان أن الرئيس الأمريكي قدم مؤخرا طلب ميزانية باش يستخدم فيها العقار لعلاج الفيروس، مما يعني أنه من مقرر أنه يصبح أحد العلاجات الأساسية للفيروس في الولايات المتحدة. فمش أدوية متاحة خصيصا لجدري القرود، على الرغم من أنه الأطباء غالبا يستخدموا أدوية الجدري لعلاج الفيروس النادر، الفيروس الشائع في وسط وغرب أفريقيا، الشيء اللي ينتقل بالحيوانات إلى البشر خلال الاتصال، خاصة نحكي على الجنسي وإلا الفموي. غالبا يعاني المصاب من تفح جلدي. تحدثني لكم على التأثيرات متاعه. في حالة التفشي النموذجية تكون حوالي حالة واحدة من كل 10 حالات هي الحالات القاتلة، على الرغم من أنه بعض الخبراء يعتقدوا أنه خطر الوفاة بسبب جدري القرود يكون منخفض بنسبة 1%. انتشرت حالة الفيروس في أمريكا وأوروبا في الأسابيع الأخيرة، وين أبلغت المملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا عن 20 حالة مؤكدة وإلا مشتبه بها في الأسبوع الماضي، مع بلجيكيا وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية اللي وصل ل 11 دولة. لحد الآن مازالوا هما في استعمال الدواء هذي الكريخذخذي ولا الضوء الأخضر للتركيبة أمتع الدواء هذي لاستعماله للحد من ظاهرة تفشي جدري القرود. كانت هذه شيفر سانتي. شيفر سانتي،
نزلنا مواصلين معاكم بعد بشوية في زوم سنتي باش نحكي لكم اليوم باش يكون ضيفنا رئيس الغرفة الفتية بالحاجب جسي بحاجب العيون وبتعاون مع جمعية حماية الأشخاص اللي كانوا تعرضوا للأخطاء الطبية رضا العناني مش يحكينا على تظاهرة نهار 29 مايو 2022 في دار التقصي لمختلف الأمراض في مختلف الاختصاصات. خليكم برانشي على 93 Santé 5.0 Santé 5.0 أخباركم الصحية أتهمنا أنيس كولي بانشي على 93.3 سنو مختلف التظاهرات اللي تنجم أتهم الصحة متاعكم قافلة صحية إن شاء الله بشكون نهار لحد 29 ماي من تنظيف الغرفة الفتية الاقتصادية بالحاجب بالشراكة مع الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية. أكثر تفاصيل حول الموضوع مع هذا حاضر معنا رئيس الغرفة رضا العناني رئيس الغرفة الفتية بالاقتصادية بالحاجب. مرحبا بك على موجة راديو حياة فهم. مرحبا بك أختي يعطيك الصحة. مرحبا بالحياة فهم. إن شاء الله منورينا بالحياة فهم. يعيشك مشكور جدا سيريذا. دونك قافلة صحية باش تكون من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بحاجب العيون بالشراكة مع الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية. معادها إن شاء الله باش يكون نهار لحد 29 ماي بمدرسة 2 مارس 1934 بحاجب العيون. ساعة المبادرة هذه كيفاش جيت على بالكم وعليش التوقيت هذا بالذات في يوم 29 ماي؟ هل أنه احتفال بيوم معين وإلا كيفاش تم الاختيار على اليوم هذا والشراكة مع الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية؟ احنا ساعة المبادرة هذه من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بحاجب العيون بالشراكة مع المنظمة التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية. احنا ديجا في الوقت هذا نعانوا برشا من خرجنا من الكوفيد، مازال الكوفيد يمشي توا ما في أقل. توا نشوف في الأحوال في العالم ديجا البنوماتيك الجديدة نتاع جدري القردة. والله في الوضع هذا احنا اخترنا ديجا نخدموا عليها من شهر فيفري القافلة هذه، قاعدين نركحوا فيها ديجا. مكلمين الجمعية دي تنشط في تونس بالكل. طاقم طبي متكامل من مستشفى الجامعي بهلول كبير اختصاصات الكل، الامر اختصاصات الكل، القلب، الشرايين، طب العيون، نظام الوفاء، كل اختصاصات باش تكون متوفره ان شاء الله. نهار 29 علاش اختار نهار 29 ومش بصفة اعتباطية؟ جا كلكون فهمتني، جا شفنا الديسبونيبيليتي نتاع الطب ونسقنا معاه. علاش مشيتوا ديريكتومون جوست للمستشفى سهلول؟ هل انه كان فما تعاون اكثر مع المستشفى الجامعي بسهلول والاطارات الطبيه الموجوده غادي سيريفا، والا كيفاش كان التعامل؟ والا التعامل هما ديجا الجمعيه التونسيه لاعانه ضحايا الاخطاء الطبيه؟ ساعه نقولوا احنا المقر الاصلي نتاعها وين الجمعيه الطبيه هذه باش نحطوا الناس في الاطار؟ هي المقر نتاعها في سوسه. هذيك بي بي هي تتعامل مع برشا طب مع الأكثرية من المستشفى سهلول منخرطين فيه ومتطوعين مع الطب اللي يخدموا في المستشفى الجامعي. مش ما عدناش تعاون مع المستشفى، أما نحن مع الجمعي كونتاكت مع الجمعي هي اللي كلمت الطب وكل شيء. باش يكون فما طب عيون، فما عظام ومفاصل، طب باطن وكبار، أطفال، أمراض القلب والشرايين، زاد كيف نساء وتوليد، وكلاء ومجاري بولية. لقيتوا تعاون كبير حتى من هنا يا خضرية فيك باش تصير في حاجب العيون إن شاء الله القافلة الصحية هذه؟ نتصور باش تكون فما تعامل مع الإدارة الجهوية للصحة بولاية القيرة وين في الإطار هذايا سي رضا؟ والله لقينا برشا تعاون من السلطات في الحاجب العيون. أي؟ من معتمد، من بلدية، من مستشفى المحلي. اتصلنا بالمندوبية الجهوية للصحة بالخيروان، نعطيهم الصحة كانوا متجاوبين معنا. اتصلنا بالمندوبية الجهوية للتربية اللي وفرت لنا المدرسة على ذمتنا، وكان زيد عندنا
التواصل مع الوالي والولاية اللي وفرونا كار باش تنقل الطاقم الطبي هذا وتكون على ذمتهم نهار كامل. اليوم هذه باش يكون مفتوح انطلاقا الوقت من وقت ايش باش تكون من ساعة؟ ده نورمال مو نحن باش نبدو ننطلقوا في الخدمة بتاعنا من 8 متاع الصباح. اي نستنوا الطاقم الطبي يوصل من با يوصل العشرة لحديش ويبدأ الخدمة مع مع العبيد معنا وباش تواصل ان شاء الله حتى اللي يوفى الناس الموجودة مش ما عندناش وقت محدد دونك معناها باش تكملوا تاع المصلين هم يوفى العبيد معناها عبارة كونسلتينغ كاينها معناها استشارة طبية باش يكونوا موجودين أهل الاختصاص هنية نظمتوا حتى الأمور متاع كيفية التسجيل باش كل واحد يمشي للاختصاص اللي حب يمشي له عبارة هنية كاين لاحظوا اللي هو مستوصف صغير فيه جميع الاختصاصات اللي باش تقسموا نتصور حتى في المدرسة مش تكون العملية مقسمة ومنظمة ايه بالطبيعة احنا ديجام اتصلنا بالمستشفى المحلي بحاج بلايون باش يوفر لنا طاقم الشبه الطبي للحكاية بتاع التسجيل وتوفير اكثر شفافية للمرضى باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا. تمنيتنا بالتوفيق لكم سي رضا العنيني رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بالحاجم وإحنا ديما نشجع على مثل هالمبادرات خاصة اللي به التقصي والتوقي من مختلف الأمراض اللي تنجم تصيبنا وهكيك حتى كتسهيل للأمور ممكن فما برشا بلايس ينجم يكونوا ما همش أكسيسيبل حتى المختلف المستشفيات هكيك هاو كنتوما تسهلوا لهم الأمور ووفرتوا لهم الاختصاصات ككل تقريبا اختصاصات شاملة باش تكون فما إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله نكون أكيد إحنا في تغطية للقافلة الصحية هذه نذكر السيدة مستمعين هي قافلة صحية من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بحاجب العيون بالشراكة مع المنظمة التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية باش يكون طاقم طبي متوفر من المستشفى الجامعي سهلول سوسة من طب عيون عظام ومفاصل طب باطني وكبار طب الأطفال أمراض القلب والشرايين نساء وتوليد وكلى ومجاري بولية إن شاء الله نهار 29 مايو 2022 مكانها باش يكون المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 الموجودة في حاجب العيون وكيكة نجم وتمشيوا ديجا من 8 متاع الصباح باش تلقاو طاقم طبي كامل ومتكامل على ذمتكم الناس الكل اللي حب يمشي يتفقد روحهم عليه يمشي كان في نهاية ذي نهار 29 مايو 2022 وشوف روحه حتى مش تقعد تتواصل حتى لين يستوفيوا العدد متاع المرضى اللي تم تسجيلهم والمرضى الموجودين تمنيتنا بالتوفيق ونشجعوا على مثل هالتظاهرات كنت هذه زوم سنتي زوم سنتي احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى نص نهار في سنتي 5.0 نحاول نصحوا لكم المفاهيم الطبية على بعض الأمراض أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر شنو الأسباب متاحة هذا باش نعرفوه بأكثر تفاصيل بعد شوية خليكم برانشي على سنتي سنتي 5.0 وعلى خاطر صحتكم عزيز علينا الناس الكل نحاول نصحوا لكم المفاهيم الخاطئة وإلا إذا كان فما برش حاجات احنا نعرف ندخلوا في التأويلات خاصة في بعض الأمراض تتسويت في شنو الصحيحة شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة تصحيحا لبعض التصورات الصحية الخاطئة نعرفوا لبرشة صغيرات وإلى ناس كبار في العمر ينجموا يظهروا لهم كما البقع البيضاء على الأظافر متاحهم برشة تساؤلات تطرح ينجم ما عبد يقول لك راك ناقص كالسيوم فما شكون يقول لك ناقص فير فما شكون يقول لك ينجم يكون عندك مرض من الأمراض اليوم مش نحاولوا نحدوا لكم المفاهيم هذية وين تختلف هي أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر متاحنا رغم اللي البعض ينجم يراها حاجة عادية إلا أنها تنجم تكون مؤشر لمشاكل خطيرة لقدر الله ومن السبب الأكثر شيوع لبقع الأظافر البيضاء واللي يطلق عليها ابيضاض الدم هو إصابة الأظافر بالكدمات ينجم يكون زادها فما أسباب أخرى ما هيش عادية تكون لظهور الأظافر خلينا نحاول نعطيكم أسباب ظهور الأظافر وإلا ظهور بقع بيضاء على الأظافر متاعنا تنجم تصير نتيجة نقص للفيتامينات وإلا المعادن زادة كيف الصدفية وإلا
الاكزيما تنجم تظهر لنا بقع بيضاء على الاظافر نتاعنا مع اصابه الظفر، تنجم تؤدي الاثار الجانبيه لبعض الادويه. اذا كنت ناولتوا ادويه معينه تنجم تساهم في ظهور الاشياء هذه بقع بيضاء على الاظافر نتاعكم، والا زيد كيف الفطريات لي شامبينيون اللي نجموا يظهروا على الاظافر نتاعنا. زيد تمت تحديد الدراسات في اخر مره كونوا الاصابه بفيروس كورونا، ونعرفوا احنا نقص الفيتامينات وذلك علاش نتناولوا فيتامينات معينه ينجم يؤدي زيد كيف لظهور بقع بيضاء على الاظافر نتاعنا. اصابه بامراض اخرى كيما فيروس نقص المناعه البشريه، تليف الكبد، التسمم بالرصاص، الفشل الكلوي والفشل الكبدي هما من اهم مسببات والا اسباب ظهور بقع بيضاء على الاظافر نتاعنا. دونك ما تستهونوش بالحكايه اذا كان ظهرت بعض البقع البيضاء على الاظافر نتاعكم، ماذا بيكم تمشيو مثلا تقوموا بالتحاليل اللازمه ولا تمشيو للاطباء اهل الاختصاص، وهكيك ينجموا يشخصوكم الحاله اذا كانت حاله عاديه فبها، اذا كانت حاله تستدعي تدخل طبي والا باش تعاونوا رواحكم ببعض الفيتامينات باش تتنحى الحاجه هذيك، والا باش تشوفوا رواحكم اذا كنت كنتوا تعانيوا من بعض الامراض ما فيها بيس. ديما نقولوا احنا معناها كون تمشي تعمل تشيك اب بشكل دوري للصحه نتاعكم بالقيم من خلال قيم بتحاليلكم يساهم في كونكم تحميوا رواحكم، والوقايه ديما في مختلف الامراض تكون خير من العلاج. كان هذا شنو صحيح؟ شنو صحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. تصحيح عن بعض التصورات الصحية الخاطئة، أو ديما احنا ان شاء الله غدوة باش يكون عنا ومحور حديثنا غدوة باش يكون مع دكتور نيسان الكافي أخصائي طب العيون حساسية وجفاف العين في ألو دكتور. ألو دكتور. أكم نتوما عليكم كنت تخليوا تليفوناتكم على 70-035-120 وإلا 77-288-289. إذا كنت حابوا تدخلوا غدوة إن شاء الله محور موضوعنا فيها لدكتور باش يكون حساسية وجفاف العين مع دكتور نيسان الكافي أخصائي طب العيون. ونعرفوا خاصة في التوقيت هذا ينجموا بعض الناس يعانيوا من حساسية العين، كي كنحاولوا كيف نصحوا لكم المفاهيم. إذا كان عندكم استفسارات تنجموا تطرحوها على دكتور نيسان الكافي اللي باش يكون ضيفنا انطلاقا من 11 متاع الصباح غدوة 3-24 ماي 2022. مازلنا مواصلين معكم المشوار في صوتي 5.0 حتى نص نهار. صوتي 5.0. ان غو ميرسي لليكيب كامله اللي كانت على ذمتكم تيلة ساعتين من زمان، احمد المخلوفي ونوفل الشرطاني في الاخراج التقني للحصل، سينو احمد الشفار في الديجيتال، بقيه الزملاء زميل حسام الربحي في التنسيق والاعداد للحصه هذه، انس الهمامي اللي في تنسيق المكالمات الهاتفيه، ماري منصوري كوتي ميكرو. تقولكم غدوه ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت. نذكركم دكتور نيسان الكافي اخصائي طب العيون في ساعتنا الثانيه بارتير من 11، حساسية وجفاف العين تليفوناتكم على 70-035-120 وإلا 77-288-289. شوية خرجيكم سيوار بن حميدة قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية، وبعدها ديريكتومون تجيكم سهام حمدي في ركاب ميديا. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 على الحياة فام في سونتي 5.0. صحتك بالدنيا.